اقول لمدير المدرسه في مدرسه ابن القيم في بيان، معقوله عزكم الله الحمامات بيبانها مكسوره؟ مدير المدرسه ما تقدر تصلح البيبان؟ الناس شو تدش الحمام بالله؟ يجيب كمبل مثلا، يجيب كمبل المستشفيات مثلا يعني، ولا يجيب قطره، ولا نروحوا بالحديقه ورا الشير. من الى وزير التربيه، مدير المنطقه، بالله هذه صور بذمتكم. هذا الطالب شلون يبي يدش الحمام؟ يا مدير مدرسه ابن القيم ببيان قول لي ما عندك فلوس؟ مو يعطونكم فلوس تصلحون المدرسه؟ بالله كم بتكلفك هذه تصليح البيبان؟ 100 دينار؟ 150؟ 200 دينار؟ انا اليوم اناشد اثرياء بيان، وناشد نواب الدائره الثالثه، تكفون قطوا قطيه على 50 دينار روح اعطوها الناظر يصلح، مدير المدرسه يصلح، بالله تفضل يصلح بيبان الحمامات حق الطلبه. والله عيب، والله ممكن الناظر ما يدري، ما يدور في المدرسة. قبل نظار قبل يدش يلف في المدرسة ويطالع ويجتمع ويصلحون ويسوون أنشطة، الحين الناظر يدش حاط ايده على خده. والله في نظار جزاهم الله خير مدراء مدارس يشتغلون، وفي مدراء مدارس ناطر التقاعد، متى تقاعد؟ والله هذا يا مدير مدرسة ابن القيم كذي، أبي مدير المنطقة بشوف شو بيسوي، أشوفك شو بتسوي. والله ما أدري فلوس الدولة وين تروح.